القبضة تشتد بين طهران والغرب على خلفية مقتل مهسا أميني. أوروبا تبحث دخول موجة العقوبات التي سبقتها إليها بريطانيا وواشنطن. فبعد موجة رد فعل الدول الغربية على قمع الانتفاضة في إيران، دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى فرض عقوبات جديدة على طهران. وقالت بيربوك لوكالة الأنباء الألمانية اليوم إنه على الاتحاد الأوروبي تحدث بسرعة كبيرة عن العواقب التالية، والتي تشمل على حد تعبيرها عقوبات ضد مسؤولي إيران. جاءت هذه التصريحات في الوقت الذي استدعت فيه ألمانيا سفير النظام الإيراني في برلين يوم أمس احتجاجا على قمع المحتجين في إيران. في الوقت نفسه حذر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية من أن واشنطن ستحقق حول كل المتورطين في قتل وقمع المتظاهرين، وأن المزيد من العقوبات في انتظار النظام الإيراني. اینجا چهارهار است، امروز سه‌شنبه است. تظاهرات مده آخوندی پولیس اومد همه فراریش دادن، فرار کرد رفت. احتمال داره نیروی ضد شورش دوباره بیارن. همه جوانان حمله کردن، خیابان اصلی در تصرف شهر جوانان میباشد. آتش زدن کیوسک رانما رانندگی مرکز شهر چابهار. ترتفع وتيرة الاحتجاجات داخل إيران مع توسع التنديد الدولي، في وقت تسابق السلطات الزمن لكبحها ومنعها من التمدد. احتجاجات ترهق القوات الأمنية وفق رئيس السلطة القضائية الذي أقر بتنفيذ حملة اعتقالات واسعة، متوعدا الفنانين والرياضيين وسط إضرابات في جامعات طهران. هناك إمكانية لاعتقال أبرياء أكثر في أعمال الشغب. لقد وجهنا أوامر بإطلاق سراح الأبرياء. القوات الخاصة لم تنم منذ 3 ليال. قيود صارمة فرضت لكنها لم تنجح في وقف تحدي المتظاهرين المنددين بمقتل مهسا أميني في ظروف غامضة أثناء احتجازها لدى الشرطة، الأمر الذي فجر إدانات دولية. وارتفع مستوى التوتر بين طهران والدول الغربية إثر استدعاء ألمانيا السفير الإيراني غداة تنديد الاتحاد الأوروبي بالاستخدام غير المتكافئ للقوة، واستدعاء طهران السفيرين البريطاني والنرويجي، فيما تعهد رئيس الوزراء الكندي بفرض عقوبات على المسؤولين عن موت أميني وقمع الاحتجاجات التي ضربت قلب النظام وأثارت استياء دوليا من العنف المفرط المستخدم ضد التظاهرات. عصام عبد السلام، الحدث.